هنا حي الروضة، حيث تتواصل المجازر التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية بحق المدنيين. شواهد هذا المكان تحكي عن مجزرة جديدة ارتكبتها الميليشيات الانقلابية بحق المواطنين علي حمود وخالد صالح، بعد أن استهدفت منزلهما بقذيفة مدفعية أطلقتها من مواقع تمركزها في شارعي 50 و60 شمال المدينة، كما أفادت المصادر. راح ضحية هذا القصف الطفل زكريا خالد في السنة الأولى من العمر، فيما لا زالت شقيقته خلود بحالة حرجة كما يقول الأطباء، وهي في 10 أعوام من العمر، بالإضافة إلى إصابة 2 آخرين. دمار هائل خلفته قذيفة الميليشيات الانقلابية بهذين المنزلين. لتظل هذه المجازر المستمرة شواهد على أسوأ فترة عاشتها تعز في ظل انتهاكات المستمرة التي تمارسها الميليشيات الانقلابية مجزرة حي الروضة، وبالأمس القريب مجزرة دار النصر. شواهد تحكي عن المسلسل المستمر للانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الانقلابية بحق السكان هذه المدينة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعيش.